بقولك ايه، تعرف ان ليفركوزن ده كانوا بيقولوا عليه في المانيا نيفركوزن، يعني عمره ما يحقق الدوري. لكن بعد 45 موسم في الدوري و120 سنه من التاسيس، ليفركوزن عمل المعجزه وحقق لقب الدوري. تخيل، ومش بس كده، دول سجلوا 74 هدف واستقبلوا 19 هدف وما خسروش ولا ماتش. يعني عن جداره، مش علشان البايرن وحش زي ما البعض بيقول. تشابي الونسو وعمل المستحيل، فاز بالدوري ووصل نص نهائي الكاس ودخل على نص نهائي الدوري الاوروبي. بس ولان فوز ليفركوزن بالدوري معجزه ما تقلش عن معجزات تانيه كتير شفناها، لازم نسال السؤال المهم بقى، هو ليه ليفركوزن فاز بالدوري؟ انت سالت انا بقى جاوب. تعالى بقى، التدرج. لما إدارة ليفركوزن تعاقد مع ألونسو ما قالوش لازم تكسب بطولة فورا حالا دلوقتي إمديتلي، لا 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 لا، ما ينفعش. الهدف ده كان بالتدرج، والبداية كانت ببناء فريق قادر ينافس على مقاعد أوروبية، ثم السير وفقا لقدرات النادي المادية. تمام، يعني عايز صفقات، لازم نبيع لاعب بمبلغ كبير، ثم هنشتري لعيبة وفقا لقدراتنا المالية، والأهم إن معدل أعمار الفريق ينزل وما يطلعش. الموسم اللي فات واللي يعتبر الأول لألونسو، حققوا المركز السادس بفارق 12 نقطة عن المركز الرابع، وتأهلوا فعلا للدوري الأوروبي علشان تبدأ المرحلة الثانية من المشروع، وهي سوق الانتقالات. سوق الانتقالات، ألونسو خد صلاحية كاملة في الانتقالات، يعني يقدر يحدد مين يمشي ومين يجي. والأهم بقى إن الموضوع ده ما كانش ماشي بالهوى الشخصي، ليفركوزن عنده قاعدة بيانات من الأفضل في الدوري الألماني كله، أو ما يعرف بداتا أناليسيس، وعليها تم اختيار اللعيبة. واصحى بقى علشان الكلمتين دول مهمين قوي. صح، ألونسو تعاقد مع نسان تيلا ب 23 مليون يورو من ساوثهامبتون. تيلا سجل 7 اهداف وصنع 4 في 34 مباراة ولسه عنده 24 سنة. تعاقد مع فيكتور بونيفاس من نادي يونيون البلجيكي ب 20.5 مليون يورو، سجل 18 هدف وصنع 10 في 27 مباراة ولسه 23 سنة. راح جاب جرانيت تشاكا من ارسنال ب 15 مليون يورو، وجوناس هوفن من مونشنجلادباخ كعناصر خبرة، الاثنين عندهم 30 سنة. جاب باك من البرازيل اسمه ارثر كبديل ب 7 مليون يورو ولسه 23 سنة برضه، وحارس بديل اسمه كوفار من اليونايتد ب 5 مليون يورو. وراح جاب جريمالدو الباك الشمال بصفقة مجانية، وده سجل 11 هدف وصنع 16 في 41 مباراة. وجاب ستانشيك من بايرن ميونخ إعارة لنهاية الموسم، وده باك يمين وقلب دفاع، يعني كل صفقة جاية لسبب وفي مكان معين ولهدف معين، بإجمالي إنفاق 81 مليون يورو تقريبا، في حين مشى من الفريق 14 لاعب بين بيع وإعارة وإعادة تجديد بإجمالي 69 مليون يورو. يعني الفريق يعتبر دفع حوالي 12 مليون يورو بس على الصفقات، فأنت متخيل الشغل عامل إزاي؟ الجماعية، لما تبقى فريق متوسط ومش عندك النجم الأوحد للفريق اللي لازم تلعب عليه، يبقى الحل إيه؟ الحل إنك تصنع كام نجم كده يقدروا يسجلوا بنفس الشكل ويكون ليهم نفس الحس. يعني لما بص على هدافين ليفركوزن في الدوري مثلا، هتلاقي مين؟ هتلاقي فيرتز صانع اللعب مسجل 11 هدف، وبونيفاس المهاجم مسجل برضه 11 هدف، فريمبونج الباك اليمين مسجل 8 اهداف، وجريمالدو الباك الشمال مسجل 9 اهداف. جريمالدو صانع 13 هدف، فيرتز صانع 10، بونيفاس صانع 9 بالتساوي مع هوفمان، وفريمبونج صانع 8. تقدر تقول لي بقى مين نجم الفريق؟ صعب تقدر تحدد، بل في لعيبة تانية كان ليها دور حاسم في أجزاء من الموسم أو لما اللاعب الأساسي بيتصاب. المواهب، رغم أن ليفركوزن بعيد تماما عن المنافسة من سنين، إلا أنه كان عنده مواهب خاصة محتاجة بس حد يعرف يديرها في منظومة تطلع اللي عندها. يعني واحد من أفضل الباكات اليمين في العالم هو فريمبونج، سجل 11 هدف وصنع 12 مع أنه باك يمين وهو جناح خلفي ولسه 23
20 سنة، مش كبير يعني. خط دفاع الفريق مثلا في 4 مدافعين كلهم جودتهم سوبر، ولو في كلمة بعد السوبر كانت اتقالت، بل انهم قادرين ينفذوا اي فكر تدريبي. واقل قيمة فيهم 30 مليون يورو. في النص بقى إيزيكيل بلاسيوس، بطل كاس العالم اللي فات وواحد من اهم لعيبة الوسط الدفاعي الموسم ده، روبرت اندريخ، وطبعا طبعا فيرتز الاسطورة اللي جاية في الكرة الالمانية. فيرتز ده مثلا جايب 17 هدف وصنع 18 في 41 مباراة ولسه 20 سنة. وفي حراسة المرمى بقى في الخبير هاردسكي اللي يعتبر من اهم الحراس في اللعب بالرجلين. كل اللي كانوا محتاجينه كام اسم في مراكز بعينها علشان يكون عندك فريق مش سوبر لكنه متكامل، ومش ناقصه اي حاجة على انه ينافس على البطولات. تشابي ألونسو. جوارديولا لما كان مدرب بايرن ميونخ قال تشابي ألونسو من افضل لعيبة الوسط اللي دربتها في حياتي، وواثق انه هيتجه للتدريب بعد الاعتزال، وهقدر اراهن عليه من دلوقتي انه هينجح كمان. والحقيقة انه كان معاه كل الحق في الكلام ده، كل اللي حكيته لك فوق ده علشان بقى نوصل للنقطة دي. مدرب كان عنده مشروع راح عرضه على إدارة نادي طموح، وكان المشروع مدروس بعناية. فضل موسم كامل يدرس مين يستحق يفضل ويكون مفيد للمشروع ده، ومين لازم يخرج من المنظومة دي في أسرع وقت. مع أول سوق صيفية كان عنده داتا كاملة عن الفريق وعن التعاقدات اللي محتاجها في وسط توازن مالي مهم جدا للإدارة، وضحى فيه بلاعب واحد مهم وهو موسى ديابي، وراح تعاقد مع أسماء مدروسة بعناية بين الشباب والخبرة وعمق التشكيل والدكة، وقدر يكون فريق قادر يقف على رجله. مش الموسم وكسب كل الرهانات على الصفقات وقدر يحقق معجزة. كل اللي قلتهولك ده على ألونسو إداريا، وما تكلمتش معاك في ولا كلمة فنية. لا كلمتك بقى ازاي الظهير بيتحول لمهاجم في أسلوب هو الأول من نوعه، لأن جوارديولا لما حول الظهير للاعب وسط الناس انبهرت، لا هنا بيبقى مهاجم. علشان كده أرقام فريمبونج وجرمالدو عالية قوي. ولا كلمتك عن أسلوبه الدفاعي ولا طريقة تحرك المنظومة ولا أي حاجة. أنا بس بوريك ده مدير عامل ازاي، وازاي قدر يكون الفريق اللي يهزم بايرن ميونخ ويظهرهم قدامه عاجزين تكتيكيا وفرديا، وازاي اكتسح المانيا بالكامل بل والدوري الاوروبي والكاس كمان. ألونسو الموسم ده لعب 43 مباراة، فاز في 38 وتعادل 5. من ساعة ما مسك ليفركوزن استخدم 38 لاعب وادى فرصة للكل، سجل 74 هدف واستقبل 19 لحد ما توج بالدوري، ولسه 5 ماتشات، كسر كل الارقام القياسيه في المانيا وكل ارقام اللا هزيمه. وفي النهايه اعلن انه مكمل مع ليفركوزن موسم كمان، ورفض عروض من كبار اوروبا. قصه ليفركوزن لازم تقف عندها الانديه، وازاي ممكن شخص واحد يعمل منظومه كامله تقدر تعمل معجزه في سنتين بس. قصه فيها دراسات كتير اداريه وفنيه، وقصه تخليك تدرك انك قدام مدرب عظيم وفريق بنى تاريخ جديد انت شايفه بعينك. النهارده بقى باير ليفركوزن بطل المانيا، وانتهت قصه نيفركوزن للابد. وبس يا سيدي، مستنيك بقى تعمل لايك وسبسكرايب وشير علشان يوصلك كل جديد. سلام يا صديقي.